اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن ياسر ابو فتوح المدير الفني لمنتخب مصر 3-3 ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وطبعا صاحب انجاز بطوله افريقيا اللي انتهت يعني طبعا منذ ايام واللي فزنا بيها وتاهلنا الى كاس العالم في المجر. اهلا بك يا كابتن ياسر. اهلا بك كابتن هيثم ومشكر جدا على استضافتك الجميله وقناه النادي الاهلي اللي هي راعيه للرياضه واولاد النادي الاهلي. منور يا كابتن. حبيبي يا كابتن. بنرحب طبعا بلاعب النادي الاهلي ونجم منتخبات مصر وكمان كان عضو المنتخب اللي استطاع يحقق هذا الانجاز اللاعب كريم حاتم. اهلا بك يا كريم. اهلا بحضرتك. منورنا ودايما كده يعني رافع راسنا وراس الاهلاويه كلها. ان شاء الله. كابتن ياسر اجيلك يمكن البطوله دي احنا اتقابلنا من شهرين وقعدنا نتكلم عنها والاستعدادات ومهمه جدا لان بيها نتاهل لبطوله العالم. كلمنا عن البدايه جت امتى والاتحاد المصري اسند ليك المهمه ازاي؟ يعني كلمنا عن بدايه البطوله والاستعدادات ليها. هو الحقيقه يعني ان شاء الله الحمد لله بعد ما لعبنا كاس عالم اللي هو كان 21 وبعدين كاس عالم 22 كان في بطوله افريقيا فكان الاتحاد حاطط يعني معاد ان احنا فيه هنعمل معسكر وقت معين هنبتدي نعمل ايفنتات عشان ناخد الناس اللي هي هتكمل معانا اختار منهم الناس. تمام. فهو كان الاختيار بدا من حوالي مثلا شهر ونص او شهرين ولازم اللعيبه اللي تختارهم يكونوا شاركوا في البطولات وسجلوا. عندنا حاجتين مهمين لازم نبقى عارفينهم. لاعبين بيلعبوا في السي 3 وليهم رانك على مستوى مصر طبعا. في الفيفا في الاتحاد الدولي وعندنا لعيبه من خارج الرانك ودي كانت القصه اللي هي بتقابلنا فيها مشكله ان اللعيبه ما بتشتركش في 3 على 3 كتير ان اللي هم اللعيبه البرومسنج اللي بيلعبوا في الانديه اللي هم الستار. هنا 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 في عندنا يعني كانت مشكله. طب اتغلبت على ده ازاي؟ هو لا يعني بيحصل كالاتي ان انت بتختار لعيبه من جوه الرانك بتشوف افضلهم من اللعيبه ديت عشان يمثلوا منتخب مصر وبالتالي بنختار تاني كمان لعيبه تانيه من بره الرانك او هيفيدوا منتخب مصر بتبقى فيها شويه يعني لازم تاخد ابروفال من الاتحاد الدولي ودي متاحه يعني دي بتبقى متاحه. كم لاعب تقدر تاخد بيه على ابروفال ولا باستثناء اكتر حاجه اتنين. اثنين هو قوام المنتخب يبقى اربعه فانت ممكن تاخد اثنين استثناء ان هم يكونوا بره الرانك ما يشاركوش بس الاثنين لازم يكونوا شاركوا جوه الرانك. فهي دي اللي كانت يعني بعد العقبات اللي كانت بتقابلنا ان اللعيبه في مصر في الفرقه بتاعتها ما بتشتركش. احنا يا جماعه لازم نشترك عشان يبقى عندك بوينت كتيره في الرانك فبتقدر تخش المعسكر لو في اريحيه في الاختيار حتى على حسب البوزيشن اللي احنا محتاجينه في منتخب مصر هو ده اللي بنختار منه اللعيب. نعم. طب اجي لك يا كريم يمكن انت بتلعب 5 على 5 ما شاء الله ولعبت مع منتخب مصر ولعبت افريقيا ولعبت كاس عالم صح مظبوط وما شاء الله يعني في 5 على 5 انت نجم والنهارده بتلعب 3 على 3 وايضا نجم ما شاء الله عليك يعني مادي اداء كويس. ايه الفرق بين اللعب 3 على 3 على 5 على 5؟ انت لعبت الاثنين وتالقت في الاثنين. والله هو ال 3 على 3 بتحس ان هي ايه يعني هي ستريت بول بمعنى ايه يعني اكتر هي لعبه يعني هم مكتشفينها السنه هي لعبه شارع فانت تحسها ان هي لعبه تانية خالص غير ال5 على 5 صحيح. فهي الميزه 3 على 3 بتحسسك ان انت فري اكتر بتحسسك ان انت تقدر تعمل المهارات تقدر تظهر نفسك للناس اكتر وفيها شو سنه عن 5 على 5. برافو. يعني انت يمكن عندك الحريه اللي انت تلعب باريحيه شويه بالظبط وال 3 على 3 في مساحات بالظبط فانت عارف تطلع مهاراتك اكتر بالظبط ممتعه للاعبين والمشاهدين كمان بس في عنف اكتر؟ هي دي ميزتها مش يعني مش ميزه هو يعني هي ليها ادفانتج وديس ادفانتج طبعا بس يعني ايه هو الرولز بتاعتها فعلا متعدله ان فعلا الحكام ما بيصفروش على التاتش زي ال 5 على 5 بتبقى طف شويه عن ال 5 على 5 في فاولات كتير جدا بيقول لا دي فاول ما تصفرش بالظبط. طب هل سرعتها اكتر يعني طبعا اللعبه طبعا سريعه هم الماتش كله 10 دقائق ليك تايم اوت واحد وتوقفين بتوع الميديا تايم اوت بتوع الاعلانات الاوفيشال بتاع 3 على 3 فالماتش ايه يعني لازم تسرع بيهم اسرع حاجه اقصى سرعه عندك. طب وهو برضو يعني انتوا كلعيبه لان طبعا هناك او في 3 على 3 بيبقى دور هنعرف ده اكتر من كابتن ياسر بس يعني انا سبقت شويه انه بيبقى التواصل المدير الفني معاكم صعب شويه عشان في قواعد ورولز معينه فعلا لو الحكم اخد بالي ان انا باصص للكوتش او ان انا في تواصل بينا على طول بيدي له خطا فني على طول فهو فعلا بتبقى محتاجه سرعه جدا زمن الهجمه 12 ثانيه فانت 12 ثانيه دي من الكره تلمس الحلقه فانت لازم تاخد الكره تطلع بيها بره 3 بوينت وتبتدي تهاجم تاني كل ده في 12 ثانيه
فطبعا لازم تلعب بسرعه. بالظبط. ومحتاجه مجهود بدني عالي جدا. طب بكل امانه دي بتفيدك اللعبه الخمسه خمسه؟ طبعا بتفيدنا جدا، وبتساعدك ان انت تظهر بقى نفسك. يعني هو فعلا تحس ان اللعيبه الكويسه تلاقيها دايما ظاهره في 3 على 3 مش في 5 على 5 زي ميدو طه لعيب الاتحاد. تحس ان هو حريف. ف 3 على 3 بيظهر اكتر. بالظبط. برغم ان هو برده 5 على 5 متعب. عشان انت بتنزل مساحات كبيره في الملعب، وبتعتمد على المهارات الاساسيه للعيب نفسه. مهاراتك انت لو انت عندك نسبه شوتر عاليه، عندك بنتريشن عالي اللي هو الدخول للباسكت، الاختراق يعني، فده بيسهل المهمه كتير جدا على ال 3 و 3 في الملعب. غير ان انت لازم تكون في ليدر في الملعب، لازم المدرب يبقى في ليدر في الملعب هيبقى مكانه في الماتش. لازم تختار صح. بتمرنوا على الكلام ده طول الوقت. من اول يوم لاخر يوم انت بتقعد تحط مثلا هشوف كريم وهشوف مثلا علي وهشوف مثلا هنشوف اللعيبه اللي كانت موجوده في الاربعه. طب قول لنا مين اللي كان معاك يا كابتن برضه؟ يعني هو حقنا كريم حاتم. اكيد طبعا اكيد معايا، كان معايا كريم ومحمد خيري، ولد اسمه بهاء من مصر التأمين، لعيب جامد جدا هاي. بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه، وخد احسن لعيب في الوقت. اخد احسن لعيب. عندي كمان علي الدين وسام. الاربعه دول علي بيلعب فين؟ علي بيلعب في الاتحاد. الاتحاد. هي القصه كلها انت كنت عرفت الناس باتنين لعيبه جداد. جداد يعني كريم احنا عارفينه ومحمد خيري عارفينه. الولدين بصراحه يستحقوا اللعيبه. يستحقوا اتنين بامانه. يعني هي القصه بس يعني اللي كنت عاوز اقول لك عليها، ان من النادر جدا ان انت تلعب باربعه شورت مان في بطوله زي دي. صحيح. ده الاربعه قصيرين. البارومتريك اللي بره اللي هم بيلعبوا بره جردات. الاربعه جردات بالظبط كده. هو احنا غيرنا في الـ يعني كنت دايما بحب اشارك الليدر بتاعي، الليدر بتاعي في الملعب اشاركه في اختيارات، مش في الاختيارات. اختيار دي حاجه خاصه بيا انا، بس بتاخد وجهه نظره الفنيه. لا اخد وجهه نظره في حاجه واحده. ان انا بشوفه هو هينفذ اللي انا بقوله له ولا لا. ده زي بعمل له تيست عشان هيلعب لوحده، هيطلب تايم اوت لوحده، فهو لازم يبقى عارف دماغي ماشيه ازاي. القصه المره دي كانت مختلفه عن المرات اللي فاتت، ان احنا قبل كده كنا بناخد بيج مان وبيلعب واحد بيلعب بوزيشن 3 كويس، وعندي شويت كويس، وعندي جارد كويس. ماشي. المره دي لا. طب انت عكست الدنيا خالص. خالص. فاللي حصل ان احنا بدات ابص للفرق اللي جايه من بره الاول، هم ايه الشيب بتاعهم عامل ازاي. طب مش عرفك الفرق بتفاجئك باسامي؟ لا ما هو لا هو حضرتك بص، اول ما بيختاروا اللعيبه بيظهر الفيشل بتاعهم على ال على الـ على الـ على الـ على الفيبا، طوله قد كذا، وده بيانات عن اللعيبه زمان. طب بس سؤال بس، هم حطوا بياناتهم قبل منك؟ هم حاطين بعد ما اختاروا الست لعيبه كانت البيانات كلها واضحه قدامنا. احنا اتاخرنا في الاختيار شويه. اتاخرنا في الاختيار شويه عشان نشوف الفرقه الثانيه بقى، عشان اشوف انا هوصل فين. يعني عندي كذا متطلباتي ايه في الملعب. فهو كان كالاتي، يعني بصينا على الفرق، وبعدين بدات اخش على الصفحات بتاعه الاتحاد المغربي والاتحاد الجزائري، ابص هم بيعملوا ايه وراسلين لغايه فين. ده شغل جامد. لا مش شغل جامد ولا حاجه. هو انت الواحد لازم تحضر للبطوله صح. مجتهد اجتهاد حبيبي. ربنا يخليك. فهي قصه مشيت كده يعني. ف الميزه اللي عندنا ان انا عندي الاربعه 3 بوينت بنتريشن عالي عليهم. صح. عندهم قياده في الملعب، عندهم كنترول جامد جدا على الملعب. انا اجبرت المنافس، انا اجبرت المنافس بمعنى الاصح. الحمد لله ده توفيق من ربنا ورعايته يعني لينا، يعني ان لما ثلاثه قصيرين في الملعب المدرب او بيحصل له هزه ان هو مش متعود على ان في ثلاثه اوسايد جيم. يعني انا تقريبا يعني من كتر الخبره بتاعه كاس العالم والاثنين كاس العالم بيدوا الواحد اكسبيرينس كويسه قوي. شفت الفرقه الثانيه على مستوى عالي. لو الشيب قريب من بعضه مش هيسبب لك مشكله، اللي هيسبب لك مشكله هي الروح. وهم كانت روحهم عاليه جدا، مقاتلين جدا بدرجه محارب. انا بحييهم على مجهودهم، لان الفروق الجسديه بينهم وبين الفرق الثانيه كانت كبيره جدا، حتى فرقه الكونغو اللي كانت بتلعب معانا فاينل. لا احنا منتلي احسن. لا واضح ان في تفاصيل، بس انا عايز اطلع للفاصل هعرض لك تفاصيل. لا ده انا هكون التفاصيل اقف عليها، ده انا واخد منك القصه. بس خليني اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نخرج لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا عن بطوله افريقيا 3 على 3 واللي حصل عليها منتخب مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك يا كريم قبل ما اروح لكابتن ياسر عشان في تفاصيل فنيه كتيره تاخد منها وقت حلو. بس الاول انت بتلعب واحد واثنين صح؟ مظبوط.
طب انت بتحب تلعب اكتر واحد ولا اثنين؟ واحد. انا عايز اسالك السؤال ده من زمان يا كريم، لان اقول لك على حاجه، انت من اللعيبه اللي انا بحب لعبها كواحد. انا بقعد يعني انا كنت مره كده بالصدفه حضرت ماتش هليوبلس واهلي وهليوبلس في هليوبلس. ايوه. وبدات انت اول خمسه صح؟ مظبوط. انت حته بوينت جارد، انا وانا بلعب كنت اتمنى العب معاك. ربنا يخليك والله العظيم. يعني انت لو كنت قلت لي احب العب اثنين كنت هزعل، وكنت والله كنت اخليه يطلع من الحلقه دي يقول لي لا انا مش هلعب اثنين تاني. لا واحد، انت اتخلقت تبقى واحد. واحد لا هو مزاج يعني. انت فعلا يعني انا عموما بحب قوي شخصيه الليدر اللي هو تقدر تكنترول الفرقه. يعني فعلا هو بيقولوا الدريكسيون بتاع الملعب. يعني هو الدريكسيون اللي هو انت عايز الملعب يجي كده يجي كده، عايز تسرع الملعب تقدر تسرع الملعب، عايز تهدي الملعب تهدي الملعب، وكله طبعا ايه بالخبره والتايمنج. يعني حسب ما ينفعش تبقى فاضل مثلا 10 ثواني وتروح نجري حاطط باسكت سريع. لا، الكره في ايدك تهديها، انت اللي مسؤول عن الملعب، انت اللي الكاتش هيسالك عن كل حاجه. بص انا يعني باذن ربنا يحميك من الاصابه يا رب ويحافظ عليك. انا شايفك هتبقى يعني صانع العاب النادي الاهلي لا محاله. وانا بالحقيقه انا بقول لك، انا وانا لما شفتك حتى كان يعني ابني قاعد جنبي ساعتها، فقلت له انا كان نفسي العب مع لعيب زي ده والله العظيم بجد. لعيب واحد عنده كاركتر. لا لا، وشكله جسمه في الملعب بالدريبل، اضغط عليه زي ما انت عايز. مفيش يعني، انت فيك ميزه، اضغط عليك من تحت الحلقه بتاعتنا هتطلع، ومش هتطلع وانت باصص في الارض، باصص للعيبه وبتوقف اللعيبه ومحدش يقدر ياخد منك كوره. فانا الحقيقه اجابتك دي مزجتني، لان انا كنت هزعل قوي لو قلت لي العب اثنين. لا لا، لانه انت فعلا اتخلقت كده. طيب قول لي مستر اجوستي بقى، يعني طبعا انت الراجل صعدك وبيثق فيك جدا، خلي بالك يعني انت لسه لغايه دلوقتي بس انت جاي ان شاء الله. انت جاي ان شاء الله وفرصتك جايه وبتشارك في ماتشات وبتاع. يكلمك بيقول لك ايه؟ في ديالوج حصل بينك وبينه؟ والله هو على طول دايما الكوتش يعني دايما واقف في ظهرنا ويحاول يدينا ثقه. يعني انا دلوقتي المفروض بلعب واحد 17 سنه بلعب مع ناس اكبر مني ب 10 12 سنه. ولعبت خمسه في ستارتنج فايف. بالظبط. فهو دايما على طول في ظهرنا وعلى طول بيشجعنا وعلى طول بيحاول يبقى سبورت لينا. طيب كلامك مع مستر اجوستي كلام كتير اورال ولا في الملعب؟ يعني هل بياخدك يتكلم معاك انديفيدوال كده؟ في مدربين يحبوا زي مثلا كابتن جوهر الله يرحمه كره القدم، زي كابتن طلعت الجنيد الله يرحمه في الباسكت، زي الدكتور عادل صبري برضو في الباسكت، جمال شمس في اليد، كانوا يحبوا يجيبوا اللعيبه يبقى في ديالوج بره الملعب. هل مستر اجوستي من كده ولا كلام من خلال تصرفات في الملعب؟ بيدعم من ناحيتين الاثنين. يعني لو حاسس ان انت في دروب او حاسس ان انت مهزوز، لا ياخدك يكلمك. ونفس الفكره لو حاسس برضو ان انت مهزوز مثلا في كره ولا اثنين، لا يكلمك ليه ما شوتش كده، شوت انت شويت شوت. يعني بيحاول يديني ان ابقى فري كاني بلعب فرقتي تحت 18 سنه مش درجه اولى. حلو جدا جدا. يعني هو الاثنين بافعال وبكلام. كلام برمى. بكلام. طب اكتر حاجه بتحس انها بتعجب مستر اجوستي بيحبها قوي انتوا كلاعيبه ناشئين، اكتر حاجه تلاقي دايما حتى يشجعكم انتوا كلكم كناشئين صغيرين، اكتر حاجه يشجعكم فيها ايه؟ عموما يعني انديفيدوال ما بيبصش عليها، بيبص على الجمله نفسها كلها. جمله. يعني بحيث ان تلاقي واحد عمل بنتريشن وكيك اوت وكيك اوت في اكسترا باس واكسترا باس في بنتريشن في لايب وبتاع بالظبط في داخله، فدي دايما تكيفه او تعجبه. تيم ورك. تيم وركينج عنده. طب والدفاع؟ وطبعا الديفنس قبل اي حاجه. لا ما بيهزرش في الديفنس. الديفنس عنده يتعصب عشان الدفاع، انما الهجوم ما بيشوفش يتعصب. بالظبط خالص. بس يعني في الدفاع بيتعصب. هو لا الديفنس يعني انت لو بتدافع هتلعب، مش بتدافع حتى لو بتحط 100 بونت انسى. خلاص انت بعد ما قلت لي واحد انت قول اي حاجه بقى بعد كده. بص انا راجل بتاع باسكت، انت قلت لي لا انا عايز اسمعه، فبص يا ابني قول اللي انت عايزه طول الحلقه. كابتن ياسر اجي لك بقى في تفاصيل كتير. انت تحددت يعني كل مشيت عكس التيار التيار الفني ده. في ناس كمان يعني كان يعني بدات ايه ده مين دول ليه؟ ايوه ليه انت واخد اربعه فين السنتر؟ بالظبط كده. وهتلاقي كان في لعيبه معاك سناتر في المعسكر، كان في سناتر وكانوا متوقعين هيبقى جوه. انت مشيت عكس الاتجاه نتيجه خبراتك في كاس العالم اللي قبل كده. بص هو اللي حصل بالظبط يعني في المعسكر ده بالذات وكل المعسكرات تقريبا، يعني ان احنا ما بنلغي حته انت مدرب جاي منين. الانديه كلها بتخضع لاختبارات فيها مساواه بينها وبين اللعيبه. لا استنى، انت بتبقى في حته ثانيه يا كابتن. انا دلوقتي عايز اعرف انت دلوقتي اختياراتك، انت راجل اهلاوي تمام ومعروف ان انت راجل اهلاوي ومدرب النادي، بس انت عايز تكسب اكيد طبعا. اختياراتك بتبقى اللعيبه دي بناء على النادي ولا بناء على اللاعب نفسه؟ اللاعب نفسه فقط لا غير، لا احد يملك ان يختار. وبصراحه الاتحاد الباسكت مع اغلب كل يعني بطولات كاس العالم اللي فاتت واللي قبلها
ما فيش اي حد بيتدخل، ما فيش ولا كابتن رحاب الغنام، ولا كابتن رحاب الغنام لا ماسك ملف 3-3، مش حد بيتدخل في اختياراتك. هو بلغنا السته، بلغنا الاربعه اللي هيلعبوا بدون اي تدخل. هو الكومنت اللي كان متاخد بس يعني الناس مستغربه، اربعه مفيش سنتر معايا، لا احنا ما كله مدرب ليه وجهه نظر معانا في البطوله. بس انت راجل سنتر، لعبت سنتر، انت كنت خمسيه مصر واربعيه النادي الاهلي وخمسيه النادي الاهلي، فقلبك جابك ازاي ما تاخدش سنتر يا راجل يا طيب؟ ما هو الخبرات بتولد حاجه من الخبره كده. دي ملعب هاف كورت، ده ملعب هاف كورت، مش ناس بتجري رايح جاي، ومحتاج ناس عندها نسبه شوط عاليه جدا، شوط مهم قوي، جود بنتريشن ليهم، منتلي اكتر. هو ده كان المطلوب في الفتره اللي احنا شايفين فيها ان البيج مان اللي هو كان المفروض يبقى موجود. مين اصعب الفرقه اللي قابلتك؟ كونغو. كونغو. طب صعب عشان مهاريا ولا هم ساعات الافارقه بيجوا باعمار سن اكبر شويه؟ هو الاجسام ومهاريا مش وحشين، بس احنا يعني هم لعبوا كويس اول ولاد. لعبتهم في المجموعه ولا في الادوار؟ لا في الفاينل. في الفاينل كونوا كانت معانا، انا كان معانا المغرب، هم متمرنين معانا يعني، هم يعني متمرنين 3-3. كويسين كويسين يعني، بيعرفوا. هتلاقيهم على فكره، هتلاقيهم معاهم جنسيات ثانيه. لا هو يعني لما تشوف اللعيب تحت 17 سنه عنده مثلا ماسلز اعلى عاليه جدا، وملامح وشه مش 17 سنة. سنه مش ممكن يكون 17 سنه، بس هم عارف ممكن يكونوا متسننين. ممكن ممكن افرض انت يا كابتن لعبت في افريقيا وعارف. لا هو لا ما فيش مجال للشك في كده. بالظبط يعني، حتى هو يعني هو خلق، حتى لو واخد سنه الطبيعي هو اكبر. حتى في كومنت حصل من الاتحاد الدولي لما كان موجود في مصر بطوله المرات، قال ان الناس دي مش ممكن تكون 17 سنه نفسه. هو حتى هيفكروا الفترات الجايه في كاس العالم والبطولات الجايه يعملوا في اجهزه بتكشف عن السن، سن الحقيقي للشخص من خلال التكوين العظمي بتاعه. طب دي تبقى حلوه جدا دي. فهو ده الخطوات الجديده هم بيفكروا فيها، لان دي بص دي لو موجوده دي طبعا هتلاقي نفسك اكتر القارات اللي محتاجه الجهاز ده قاره افريقيا. بالظبط كده بالظبط يعني في اوروبا يمكن ما عندهم داتا بيس كويسه، فشايفين فهو بصراحه الولاد عملوا اللي عليهم، وانا بعتبرهم. طب كابتن انت معكش بيج جاي، معكش طويل سنتر، بتلاعب فرق فيها سنتر. طب احنا على هجوم وعرفنا الكره معاك يعني خلينا نتكلم بكره السله، بتشخلعهم يعني ايه كده، وبتخش كده وبتخش كده وبتشوط، ولو ما طلعش تشوط. طب في الدفاع هو بقى هو ما عندوش غير وان تراي بس. استنى في الدفاع، ما انا جاي لك، انا جاي لك، انا جاي لك. اتفضل كابتن هيثم، احنا في الديفنس واحده واحده. هو عمل تراي على الكوره مش ممكن يلمها تاني، وده اللي عملوه الولاد. عم بوكس اوت على 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 البيج جاي بتاعهم، وبوكس اوت الثلاثه الكوره بتاعه قدامك. طب انت عندك يعني انت استغليت الحته البوكس اوت. البوكس اوت طبعا. طب لو سجل، لو نزل الكوره انسايد للراجل تحت الحلقه ولف بالراجل بتاعنا ولعب، احنا عندنا كان موشن في الديفنس، لو كان في الراجل خلاص هيستلم الكوره تحت الحلقه، وبيانس ان هو خدها وهيعمل دربلاي اقرب بوينت ليه، ينزل يعمل دبل تيمين، دبل تيمين، طلع الكوره خلاص، او غابها باسكت. احنا عندنا الفرصه باسكته هو، انا هشوط 3 بونت، 2 بونت، يبقى انا اللي كسبان. حلوه خلاص، حط باسكت، حط 2 ولا حتى فوت، حتى كنت من الحاجات المهمه اللي كنت باكد عليها ان دي كانت حصلت في كاس العالم، ان لازم تبقى حريص جدا في الفاولات بتاعتك. هيحط باسكت سيبه، حط باسكت، انت تراي الديفنس الاول. لينا 5 فاول في 3-3 برضه عادي. خمس، لا مالكش 5 فاول، انت بعد 6 فاول بتشوط شوطين. فالشوطين دي كانك بتدي له نقطتين هديه. نقطتين هديه. بعد الفاول الثامن، التاسع، ما هو الثامن التاسع. بيشوط شوطين وياخد الكوره حيازه. الله، ده انت بص بيعاقبك مظبوط. تخسر 3 دقايق في الجيم او 4 دقايق، مش عارف، لو انت ما خدتش الكوره. هو الماتش كله 12 دقيقه صح؟ 10 دقايق. 10 دقايق. 10 دقايق. 10 دقايق 12 ثانيه. مظبوط. طب خلينا يا كابتن برضه اروح لكريم في حته برضه، يعني انا باخدها فرصه ان انا يعني ان احنا نتكلم معاك اكتر ونعرفك اكتر. انت لعبت كاس عالم السنه اللي فاتت صح؟ مظبوط. ولعبت بطوله افريقيا.
السنه دي عندك برضو في بطوله افريقيا صح ولا انا غلطان؟ احنا لعبت السنه اللي فاتت في كاس عالم. في كاس عالم بالظبط. في كاس عالم السنه دي كاس أيوه. عالم في ستة. في كاس عالم فين بقى؟ في المجر برضو. في المجر برضو؟ ده من هنا ده ايه ده بقى؟ لا هنقابله بعد لا هتقابله بقى تقابله كريم هيقابل كريم هنا اذا كان موجود في المنتخب لا ان شاء الله يروح الاثنين ليه ما يروحش الاثنين يحافظ على نفسه ربنا يستر. طب هم توقيتهم يعني قريب من بعض يا كابتن ولا؟ متهيألي البطوله في 8 بتاعت 3 على 3 وال 5 على 5 في 6 دي في شهر 6؟ اه يعني في فرق خلاص اقعد انت في المجر بقى كمل الشهرين دول في المجر انت الشهرين لا انا عايز اعرف منك كمان تفاصيل عن بطوله العالم والمدرب الكندي الجديد اللي ماسك وهل اتمرنت مع علاء بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عندنا كلام كتير جدا عن 3 3 و5 على 5 ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن مكملين حوارنا وزي ما قلنا على الانجاز الكبير الحقيقه اللي كاسوا منورنا في الاستوديو بطوله افريقيا 3 على 3 والحقيقه لازم نشيد الحقيقه من هنا بكابتن رحاب الغنام اللي ماسكه الملف الحقيقه بتاع 3 على 3 منذ بدايته الحقيقه وكابتن رحاب الحقيقه عامله بنت النادي الاهلي طبعا واخت الكابتن الكبير كابتن طارق الغنام عامله يعني طفره كبيره جدا في هذا الملف كريم يمكن برضو مهم جدا ان احنا نتكلم عن اللي جاي انت قلت لي ان عندنا كاس عالم هيتلعب في المجر اتمرنت مع المدير الفني الكندي الجديد؟ والله لسه يعني احنا بسبب ان تصعيدي مع الدرجه الاولى والماتشات المهمه الجايه فيعني هم قرروا يعني باتفاق طبعا مع الجهاز الفني بالظبط ان انا يعني بحيث ان هم يريحوني الفتره الجايه مع المنتخب واركز اكتر مع تمارين النادي لازم تكون قاعد يعني على الاقل تركز في حاجه واحده عشان ما يبقاش حرق عليك طيب ماتش سموحه بكره انت معاهم في المعسكر؟ وده اتمرنت معاهم؟ اتمرنا معاهم شغالين يعني الحمد لله الجامد وفعلا لعيبه يعني عندها امل وثقه كبيره جدا في بعض في اصابات ولا حاجه كريم الحمد لله والله هو في طبعا اصابات يعني ده طبيعي جدا ما فيش فرقه ما فيهاش اصابات بس يعني القوام موجود قوام الفرقه موجود ما فيش هتبقى مين كويس عمرو الجندي كويس عمرو الجندي طبعا بسبب الوقف اللي هو مش هيلعب معانا ماتشين وهبقى مين اصابه في الكتف فهو اوت برضو الماتش بتاع بكره بس ان شاء الله الموجودين يقدروا يشدوا يعني خلي بالك يعني انا شايف حتى الصغيرين بتوعنا نجوم ما شاء الله انت وخيري وعبد الله ناصر والحقيقه يعني نجوم تقدروا تشيلوا وتسدوا اي فرقه يعني ما شاء الله يعني وكمان خلي بالك هو ده الكنز اللي اكتشفه مش هنقول مستر اجوستي حتى قبل مستر كابتن اشرف توفيق يعني لعب خاسوا حقه طبعا الراجل لما جه صعد مجموعه كبيره جدا من الناشئين عمرو زهران كان طلع ومؤمن طارق خيري مين فهو يعني كنز النادي الاهلي هو الناشئين الحقيقه يعني وان شاء الله تأدوا اداء كويس ايا كان الغيابات بكره ان شاء الله كابتن ياسر اجي لك يمكن انا يعني بالانجاز اللي انت عملته رابع العالم السنه اللي فاتت على طموحاتنا شويه اكيد واللي انا شايفه ان احنا عندنا خاصه ان انت عملت حاجه حلوه انت يعني معلش بهاء صح انا اسمه ما كانش حد يعرفه هو لعيب كويس بس دلوقتي انت عرفته للناس والراجل خد احسن لعيب يعني جاي من بره بالظبط كده واخد بالك من بره على فكره بهاء يبقى عمه عبد الستار صبري بقى مني ما تعرفش انت المعلومه دي لا ما اعرفهاش لا نجم منتخب مصر عبد الستار صبري لا ما بهاء يبقى عمه والله يا باشا انا بص كل هو الولد بصراحه لا مجتهد جدا وليه اخ بقى كمان اصغر منه كويس عامل تحريات كويس لا ده انا حافظ يا كابتن ياسر انا ورايا حاجه المهم فانت النهارده بتعرف الناس بلعيبه جداد النهارده علي انا علي فايتنج مان يعني هيز فايت مان فاذا 3 على 3 بقت مدخل مهم جدا والله بص اقول لك على حاجه يا كابتن هيثم هو فعلا 3 على 3 بتدي ثقه للعيب كبيره جدا خصوصا ان هو بيلعب في مساحات واسعه فبيبان المهارات بتاعته بتبقى عامله ازاي هل هو لعيب كويس ولا لا انا واخده غلط فلا لا الحمد لله رب العالمين احنا اختار موفق والناس ادت اللي عليها وبدليل ان ما اعتقدش ان في حد ممكن يفكر يلعب بالاربعه بارامتري دي ونجحت جدا وكانت مسببه مشاكل الاغلب الفرق كلها والحمد لله الولاد ادلوا عليهم ودي كانت حاجه كويسه ليهم اتعلمت من ماتش فرنسا وامريكا اللي انت فرنسا وامريكا لا موضوع امريكا رايحه بيج جايز وبتاع وطوال لازم البيج مان لازم يبقى يكون مثلا زي الفلوتر بالظبط خلاص ما لو ما عندوش المهارات دي ما تاخدوش ما فيش بقى البيج جاي بقى بتاع 5 على 5 وترص خالص خالص ما فيش الكلام ده مش هيبقى موجود اساسا طب بامانه يا كابتن يعني طبعا انت حضرتك مرنت 5 على 5 وشباب ودرجه يعني مرنت كل بسم الله ما شاء الله خبرات يعني نحطها على الترابيزه كده نتكلم فيها كتير وكلاعب انا لعبت معاك حبيبي يا كابتن كابتن فاكر السنغال 97 والملاريا وبتاع يلا الحمد لله ايام تمام 3 على 3 يعني هل اللعيب 3 على 3 اللي يبقى مش هقول 5 على 5 بقى هقول لعيب 3 على 3 المميز واللي بيثبت
نفسه كويس يقدر يلعب 5 على 5؟ ايوه. بص هو يعني هي في مشكله. ايوه. في لعيب المساحات تديله ادفانتج ان هو يقدر يبين نفسه كويس قوي. وفي لعيب ما يعرفش في المساحات الضيقه يلعب. حلو. كلام 100% سليم. ده طبيعي. بس هو طب يعني العكس صحيح؟ العكس صحيح. لو الخمسه على خمسه نجم واندفيدوال وي يروح تاتا تدلم؟ ينفع لو عارف لو يعني بيشتغل على عارف القوانين بتاعتها وعارف السيتويشن بتاعها هيبقى دي مريح جدا اكتر من اللي هو بروفيشنال في 3 على 3 بس. بدليل عندنا لعيب في الجياد احسن كان عايش بره تقريبا وبنلعب 3 اور للتور على طول احسن لعيب. اما جه يلعب 5 اون 5 هنا في مصر ما عرفش. فانا شفته كان رانكينج عالي في 3 عالي جدا. اما شفته مع الجياد ما تخيلتش. هو لعب فين؟ في الجياد مع كابتن وسام هناك اعتقد شفته في سبورتنج. لعب ولا هنا؟ لا هنا في مصر. فين في اي نادي لعب؟ في نادي اللي ماسكه وسام الجياد. الجياد لعب مع الجياد. انا سمعت عن زياد. سمعت عنه. فما كانش مرتاح قوي زي ما لعب 3 على 3. مستحيل خلاص. يبقى افهم من كلامك يا كابتن انه العكس مش صحيح. 3 على 3 لو تألق قد يكون كويس في 5 على 5 وقد لا يكون. انما 5 على 5 لو كويس وعرف قوانين 3 على 3 هيتألق. وعندنا اكبر دليل على كريم وعندك خيري وعندك بهاء. وبهاء صحيح. بهاء هو كويس اصلا في جيله بيلعب 18 و20 وبيلعب درجه اولى. فما جه هنا بس اختيارك لبهاء بصراحه كان مفاجاه ليا. مش مفاجاه عشان اللاعب مش كويس، لا عشان انت بصيت له بعين مجرده. هو انا بس واحنا ما جينا عملنا الايفنت عشان ننقي اللعيبه اللي هنخش بيها المعسكر كل واحد اخذ فرصته كامله متكامله لدرجه ان انا وقفت على اللاين قبل ما امشي يا جماعه انا شايل الحدود بيني وما بينك. انت ما خدتش حقك في اللعب عشان توريني نفسك على في الايفنت دوت عشان ابقى انا كمان مرتاح ضميري مرتاح ان انا اخترت صح. طب قول لي يا كابتن فضل. انت دخلت المعسكر بكام لاعب؟ انا دخلت المعسكر بثمان لعيبه. 8 لعيب من 22 لعيب. بعد كده اخترت 6. بعد كده اخترنا 6. وبعد كده بعد كده 4. حطيت اسامي 4. 4. طب كريم خلينا اجي لك برضو. انت في جيلك مين اقرب واحد ليك؟ في جيلي؟ يعني كلاعب يعني؟ كلاعب والله هما دايما هتلاقيهم من فرقتي في الاهلي. كلها؟ رد حلو بيعجبني. كل فيديو بيجي يقول كده. والله ما رضاش يقول اسمه رغم ان هو ليه حد حبيبه بس دايما يحط فرقته. وانا بحييك على الكلام ده على فكره لان هو الكلام ده ساعات بيزعل. يعني يبقى تنسى حد يزعل. لا انا هقولها يا كابتن هيثم معلش انا اسف ان انا هاخد وقت كريم بس لا اتفضل. انا فعلا على كل جيل بيبقى فيه بصمه. الجيل ده بصمته ان هم حتى مع البنات وكابتن احمد جمعه احنا اسره مش لعيبه منتخب. مدير فني البنات. مدير فني البنات تمام. واللي فاز برضه كان معايا برضه اديله التحيه كده. طبعا كل تحيه للكابتن احمد جمعه والبنات كمان ان هم اخذوا اول زينا. ودي حاجه مشرفه لينا كلنا في مصر. هما طول الوقت عائلة واحدة. خلصنا التمرين قاعدين مع بعض كلنا مدربين ولاعيبة 16 فرد 8 بنات و8 ولاد. دي بتقرب اللعيب منك قوي. ودي حاجة أنا اتعلمتها كمان مع الوقت إن أنت لازم تبقى قريب من اللعيب عشان يبقى مش بريشر بس تمرين لا وحب كمان. نعم. ده هيولد عنده طاقة إيجابية إن هو يبقى لعيب هيموت نفسه عشان هو بيحب المدرب. ما في ممكن حتى لو مهارتك صغيره بس انت فايت في الملعب عشان الراجل ده لو زعل هيبقى في مشكله. طب كابتن انت معاك في الجهاز حد غيرك؟ لا انا لوحدي. انت لوحدك يعني الجهاز ده بيبقى مدير فني فقط؟ مدير فني فقط. ما بيبقاش في زي الخمسه. لا في الاداريين طبعا كابتن محمود مرعي كابتن وائل لطفي طبعا. وكابتن مرعي وكان معانا علاء العشري برضه. بس انت عرفت ان كابتن وائل لطفي هيسيب المنتخب؟ سمعت عرفت. ربنا يوفقه. دي تجربه جديده في حياته. خطوه جديده في حياته. ربنا يوفقه فيها. ربنا يوفقه وصالح ليه يعني. مدير اداري ناجح وشاطر جدا اكيد بصراحة. طبعا. طيب واعتقد الاتحاد هيبقى في الفتره دي برضه هيبقى عنده لسه اللي هي دي مش عارف شويه محتاج يتعلم. محتاج فوق ال 10 15 سنه من ايام كنت كتير قوي بصراحه. لا راجل ممتاز جدا ونتمنى له كل التوفيق في خطوته اللي جايه. اقطع كمان مره بعد اذنك عاوز خد راحتك يا كابتن. انا عاوز اخد منك المايك. اتفضل يا كابتن. انا عاوزين نشكر بس طبعا الناس عشان البطوله دي تنجح كان في مقامات للنجاح صحيح غير اللي هم وفروا لنا المعسكر والكلام دوت.
عاوزين نوجه الشكر للدكتور مجدي ابو فريخه، كابتن عمرو مسلحي، كابتن طلبه، كابتن رحاب الغنابي اللي ما سابتناش لحظه واحده، كابتن يحيى زكريا، كابتن شريف سليمان. الناس دي يا جماعه وجروب العمل اللي كانوا شغالين في البطوله هم دول اللي نجحونا. صحيح، يعني مجهود غير طبيعي منهم. انا يعني مش بسني كلمه الثناء مني انا دي هتبقى قليله، لكن انا بجد فرحان ان احنا عندنا جروب عمل وصل بيه الحال ان هو ينجح بالبطوله، وان التنظيم كان كويس جدا والناس تعبت بجد. وانا بشكركم من هنا من قناه النادي الاهلي، كل واحد تعب في البطوله دي انا بشكره عشان خاطر احنا كمان نكسب ونوصل للحاجه اللي احنا خدناها. هتعملوا حاجه كويسه في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. طب كريم، قبل ما انهي حلقتي عايز اسمع امنيتك. امنيتك ايه؟ والله ان طبعا اكمل طبعا لعب في الدرجه الاولى للنادي الاهلي، وان شاء الله اكمل في المنتخب بتاع الدرجه الاولى كمان اتاخد فيه. وطبعا الاحتراف دخلت معاهم، دخلت معاهم، اتجمعت مره بس ان شاء الله بقى من القائمه النهائيه، وكمان عايز احتراف بقى ان شاء الله. خلي بالك يعني طموحات مشروع وان شاء الله هتحققها. يعني انت لعيب مواصفات لعيب اوروبي بصراحه ان شاء الله، باذن الله. يعني بجد ان شاء الله تحقق وتحقق كل املك وطموحاتك الاولى مع النادي الاهلي طبعا ان شاء الله. كده ان شاء الله. خلي بالك يعني ان كريم كان الليدر معايا في الـ في الـ في الـ خلاص يعني انت خلاص انت بص هو حضر الحلقه المره دي خلاص. يوم الوقت عدى سريعا بامانه، وانا كنت سعيد جدا جدا يعني. احنا اسعد يا كابتن هيثم والله، بشكرك جدا، بشكرك جدا والله. دايما مهتمين بولاد النادي الاهلي، حقك يا كابتن، بنمثل منتخب مصر ف عن طريق الاتحاد المصري. احنا مبسوطين ان احنا موجودين مع حضراتكم. نورتنا وشرفتنا كابتن ياسر فتوح مدير فني منتخب مصر 3-3 واللي حصل على بطوله افريقيا. كريم حاتم قائد المنتخب ونجم النادي الاهلي الصاعد والواعد، نشكرك نورتنا وشرفتنا. احنا بنشكر حضرتك كابتن هيثم، على طول مهتم بينا ومهتم بالناشئين على طول. ده حقك يا حبيبي، وان شاء الله احنا بظهركم لغايه ما تبقوا نجوم كبار، وانتوا دلوقتي نجوم كبار ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده طبعا مع بطوله افريقيا 3-3، واي انجاز باسم مصر اكيد يسعدنا جدا. والحقيقه ما بنفوتش فرصه هنا الا ما بنحط الضوء على هذا الانجاز. اشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه جديده مع الاخبار.